مساء الخير، كيفكم؟ ريما انت القمر حبيبتي، نوره وضويه. مساء الخير على الجميع. كيف الوضع تحت السيطره؟ انا شايفه الايفنت تحت السيطره كثير ورائعه وبتجنن بكل الحضور المكرمين. اكيد انا لما دعوني على بياف كثير انبسطت، لانه هي من الايفنتس اللي انا كثير بحب ان يكون موجوده فيها. راقيه، بتختار اللي بتكرمهم بطريقه كثير صح. ولما قالوا لي بدك تكرمي حدا، قلت لهم مين؟ قالوا لي على اسم اللي بدي كرمه. انبسطت اكثر واكثر واكثر، لانه هيدا الشخص له افضال على كثير من العالم. مركزه ابدا ما منعه، وقوه مركزه ومعرفته بناس اقوياء في مجاله ومركزه ما منعه ابدا انه دائما يكون موجود كمساعده وكظهر، مثل ما بنقول، للنجوم الكبار والنجوم اللي بعدهم ببدايه حياتهم. له افضال كثير بنصايحه وبدعمه لكثير من النجوم، وانا كنت واحده من ضمنهم ولا زلت. حابه اقدم صاحب الجائزه، وهو رئيس قطاعي الموسيقى والاذاعات لمجموعه الام بي سي. And the award goes to زياد حمزه. زياد حمزه. زياد حمزه، تفضل. مرحبا، انا زياد حمزه. تمتد مسيرتي الإعلامية لأكثر من ربع قرن. تولد شغفي بهذه المهنة في بلدي، مروراً بلندن واستقراراً في دبي، فأدركت أهمية التجدد شكلاً ومضموناً. أنا أحد مؤسسي أهم الإذاعات العربية في أعرق مجموعة إعلامية شرق أوسطية. أنا صاحب دق على الخشب. العمل الفني الذي ربط الإمارات ولبنان بواحدة من أضخم الإنتاجات الفنية عام 2019. أنا الإعلامي الذي حاك الشباب وكل ما يجول في عقولهم، فسعيت إلى تسليط الضوء على كيفية بناء جيل الكفاءة. أنا الذي وضعت نصب عيني الحفاظ على الأصالة في عالم الحداثة. أنا مدير عام القطاعين الإذاعي والموسيقي في مجموعة MBC. أنا زياد حمزة. نكرم زياد حمزة على هالمسيرة اللي عنده إياها، والكل الناس بتعرفه أشهر من أن يعرف. قبل أنا بدي أشكر من كل قلبي ميشيل داهر يلي هو من قضاء علي من عنا، ميشيل داهر العالمي يلي حط لبنان على المستوى العالمي وبارتقاء على مستوى أكثر من عالمي. أنا بدي أشكرك يا ميشيل، وبدي أشكر كل إدارة بياف على هال يعني تظهير لبنان، لبنان يلي بحب الحياة. مساء الخير جميعاً. طبعاً أنا اليوم بيسعدني أنه بعد 25 سنة خارج الوطن أنه أتكرم بوطني لبنان، خاصة من ساحة الشهداء. وأكيد كمان بيسعدني أنه أطلقوا على المهرجان بنسخته العاشرة للمخترع حسن كامل صباح. هذا يعني كمان بزيد شغف وبزيد مسؤولية. أكيد هاي الجائزة بهدية مجموعة MBC وأسرتها، وأكيد بقيادة سعادة رئيس مجلس إدارتها الشيخ وليد بن إبراهيم الإبراهيم. وبتشكركم، بتشكر بياف. شكرا أروى، شكرا رولا، شكرا ريما، شكرا دكتور ميشيل داهر. وإن شاء الله يعني أيامكم عطول فرح وسعادة ومهرجانات. شكرا كثير. شكرا ومبروك للأستاذ زياد حمزة.